استضاف نادي السالمية في استاد ثامر منتخبنا الأولمبي في مباراة ودية ضمن استعدادات السماوي لدور التصنيف والمنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الخليجية في شهر مارس المقبل. السالمية سجل هدف مبكر عن طريق المهاجم فهد الرشيدي الذي استقبل عرضية مثالية من حمد القلاف. القائم الأيسر حرم أزرق الأولمبي من تسجيل هدف التعادل. من مجهود فردي جميل، محمد الربيع كاد أن يسجل هدف التعادل لمنتخبنا الأولمبي، وبدر الصعنون تصدى للكرة ببراعة. السالمية تحصل على ركلة جزاء نفذها فواز العتيبي بنجاح مسجلا الهدف الثاني لفريقه. من هذه التسديدة الرائعة العارضة تقف أمام الموهوب مبارك الفنيني. الشاب المتألق يوسف الحقان ببراعة أنقذ فريقه من هدف ثالث محقق، لينتهي بعد ذلك شوط المباراة الأول بتفوق السالمية بهدفين مقابل لا شيء. في شوط المباراة الثاني فواز العتيبي مرر كرة إلى باتريك فابيانو ليسددها بالشباك ليضيف الهدف الثالث للسالمية. فواز يواصل صناعة الأهداف ويرسل كرة مثالية إلى الفنيني الذي سجل رابع الأهداف للسماوي. المنتخب الأولمبي قلص النتيجة بتسجيل هدف أول عن طريق المهاجم يوسف الرشيدي. ومن هذا التدخل الحكم عبد العزيز الشطي أشهر البطاقة الحمراء بوجه المدافع مساعد ندى، لتنتهي بعد ذلك المواجهة الودية بفوز السلماوي بأربعة أهداف مقابل هدف. احنا قاعد نحاول على قدر المستطاع ان نكون على اتم جاهزيه واتم استعداد حق هذه المناسبه وهذه البطوله، وان شاء الله يعني مع الاستمراريه هذه تكون يعني نكون فاعلين نتيجه حلوه في القادم الايام. استفاده حق الفريقين، السالميه بعد 10 ايام عنده الدوري، واحنا ان شاء الله شهر 3 استعداداتنا حق البطوله، و حبك سهل الامور ان شاء الله. يوسف، في مثل هذه المباريات قاعد تلعبون امام فرق اكبر منكم بالعمر، لكن شنو الاستفاده اللي ممكن تاخذونها من في مثل هذه المباريات؟ انت لما تحتك مع محترفين، تحتك مع لاعبين خبره، تاخذ استفاده انت كلاعب صغير. وان شاء الله يعني سهلات بقادم الايام يا رب. نلتمس الف عذر حق اللاعبين، خاصه عدد المجموعات، عدد اللاعبين كبير، يمكن عندنا منتخب A ومنتخب B مجموعتين. صعبة خلال ثلاث أيام يشربون الجمل أو الأفكار اللي عند المدرب. مو هذا الهدف الأساسي من هذا التجمع، الهدف الأساسي من هذا التجمع أن نقارن مستويات اللاعبين مع بعضهم داخل توليفة واحدة أو داخل تشكيلة واحدة. وحتى يعني لما نتكلم عن عدد الباكات أو عن عدد القلوب أو عن عدد المهاجمين، يكون شفناهم داخل الملعب ولاعبين يكونون يعني متقاربين من بعض داخل الملعب، تكون المجهر أوضح يعني لما توقف على مستوى اللاعبين. ودية السالمية والأولمبي أسفرت عن نتيجة كبيرة للسماوي، ليؤكدوا بذلك عن استعدادهم الواضح لانطلاقة الموسم الجديد الأسبوع المقبل. فواز الصلال لبرنامج الديربي.